حياكم الله في هذا الحوار الذي نستضيف فيه شخصية كان لها تأثير في تاريخ العراق بعد 2003، وكذلك لديه اطلاع على بعض التفاصيل فيما يخص الدخول القوات الأمريكية وغزو العراق. واليوم نستضيف السياسي والدبلوماسي والسفير ووزير الخارجية ومستشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أو لمبعوث ومبعوث الأمم المتحدة، وكذلك الوسيط والمحاور والمفاوض وغير ذلك من الصفات. رحبوا معي بالسيد الأخضر الإبراهيمي. حياك الله سيد أخضر. يا أهلا بك سيد أخضر. من ضمن الأسماء أو الصفات اللي أطلقتها على حضرتك قبل قليل، أيهم تحب أن أطلقها عليك؟ يعني أنا أتصور أن حياتي كلها بعد الاستقلال كانت كلها في العمل الدبلوماسي على المستوى الثنائي. يعني لما كنت في وزارة الخارجية الجزائرية ثم على مستوى إقليمي في جامعة الدول العربية وعالمي في الأمم المتحدة. يعني بالتالي الدبلوماسي المخضرم. دبلوماسي. الدبلوماسي. الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، أرحبا بك مرة أخرى. شكرا جزيلا. لنبتدأ من الجزائر وجبهة التحرير الوطنية الجزائرية. نعم. أنت دخلت إلى عالم السياسة ومبكرا في سن العشرينات حسب ما يعني نعتقد وحسب المصادر. لماذا اخترت الانتماء إلى جبهة التحرير الوطنية الجزائرية؟ يعني تعرف احنا كنا مستعمرة فرنسية، وأعتقد أن الأغلبية الساحقة في الجزائر ما كانت راضية على هذا الوضع. وفي سنة 54 عدد من الشباب قليل جدا أعلن العمل المسلح ضد الاستعمار طلبا بالاستقلال. فالحقيقة يعني بالنسبة لنا احنا كنا طلبة، بالنسبة لنا كان أمر طبيعي جدا أننا ننتمي لهذا التنظيم الجديد. فهذا اللي حصل، دخلنا أو الحقيقة عبرنا على تأييدنا لجبهة التحرير. طيب. وعلى استعدادنا للعمل في صفوفهم. وهذا اللي حصل. يعني سنة 56، يعني الثورة بدأت في نوفمبر 54، مطلع 56 طلب منا أننا يعني ننشط داخل التنظيم. فطلعنا برا على القاهرة أولا ثم على أندونيسيا، وأنا عينت ممثلا لجبهة التحرير في أندونيسيا في شرق آسيا. نعم. جنوب شرق آسيا. لماذا اختير الأخضر الإبراهيمي ممثلا عن الجبهة في شرق آسيا؟ يعني أعتقد على أنه يعني صدف وتاريخ. جبهة التحرير كانت في حاجة إلى شباب يعني تقوية العمل في الخارج. فإحنا كنا موجودين، ف يعني تم هذا الاختيار. الصدف في تاريخ الإنسان تلعب أدوار كبيرة جدا. طيب، نتحدث عن العمل الدبلوماسي. يمكن الأخضر الإبراهيمي أول سفير للجزائر في مصر بعد الاستقلال. نعم. وكذلك سفير ثم سفير في بريطانيا. ثم الانطلاق للعمل مع الجامعة العربية والأمم المتحدة. هل يمثل العمل الدبلوماسي تحولا في حياة الأخضر الإبراهيمي؟ بكل تأكيد. لأنه مثل ما قلت لك احنا كنا مستعمرة. التفكير في العمل الدبلوماسي ما كان وارد إطلاقا. الحرب التحرير الثورة هي اللي فتحت هذا المجال. يعني وأنا لا أسمي أنه عملنا في يعني قبل الاستقلال كان عمل دبلوماسي، أنا كان عمل نضالي.
تعرف حتى بعد تشكيل الحكومة المؤقتة سنة 58 1958 أبدا ما حدش منا قال على نفسه أنه سفير. نحن كنا ممثلين للثورة الجزائرية، نعمل من أجل يعني نسأل الدول والحكومات والإعلام في العالم كله أنه يؤيد مطلبنا البسيط الرئيسي اللي هو استقلال الجزائر. لكن أنه الخروج من العمل كجبهة الوطنية الجزائرية، نعم، والانتقال للعمل الدبلوماسي، يعني هاي نقطة تحول بحد ذاتها. بدايات العمل الدبلوماسي كانت سهلة؟ يعني هذا سؤال كبير جدا، لأنه من ناحية كان سهل، لأنه وإن كان احنا ما كناش نسمي نفوسنا دبلوماسيين، إنما العمل اللي كنا قايمين به ما هو بعيد كثير عن العمل الدبلوماسي. طيب. وبالتالي كنا مهيئين، يعني ما بديناش من العدم. ثم كان في حكومة مؤقتة عندها وزارة خارجية، وإحنا كنا جزء من وزارة خارجية هذه، وانتقلنا من القاهرة وتونس إلى الجزائر بالهيكلة التي كانت موجودة. طيب. لكن لما ينظر الإنسان للوراء ما في شك على أنه إحنا كنا يعني مبتدئين قليلي الخبرة، وجايز على أننا ممكن قصرنا أو ارتكبنا أخطاء كبيرة بسبب هذا يعني قلة التجربة. يعني واحد يتعين سفير وهو سنه 27 سنة، ما كان سكرتير أول وسكرتير سكرتير ثاني وسكرتير أول، لم يحصل تدرج أبدا. يعني من أول يوم يعني تبدأ في القمة في بلد مثل مصر، بلد عريق وعنده تقاليد وعنده كذا، ما في شك على أنه يعني تعلمنا كثير جدا من خلال العمل مش في المدارس. نقدر نقول أنه هي هذه المرحلة أنه مرحلة صعبة كانت؟ يعني أعتقد أنه ما كناش مدركين الصعوبة، لكن فعلا كانت صعبة، كانت مش قليلة، صعبة. مش سهلة. طيب، يمكن إذا أردنا نتحدث أهم المراحل أو أصعبها عندما عملت سفيرا للجزائر. يعني الحقيقة العمل نفسه قلت لك تدرجنا في اكتسبنا خبرة نسبيا بسرعة، كان ماشي الحال. لكن طبعا المحيط اللي كنا فيه، طبعا يعني أنا تعينت سفير سنة 1963 في مصر، كان في مخاض كبير جدا في الوطن العربي، انقلابات. أنا زرت العراق سنة 62 مع أحمد بن بلة والإخوان اللي كانوا طلعوا من السجن، الزعماء الخمس اللي طلعوا من السجن. العراق حصل فيه تغييرات كبيرة في تلك الفترة اللي أنا موجود فيها في القاهرة، نفس الشيء في سوريا. لكن الـ يعني المرحلة صعبة جدا جدا كانت طبعا سنة 67. الحرب والهزيمة النكراء اللي أصابت العرب، أصابت مصر وسوريا بالدرجة الأولى والأردن، لكن أصابتنا جميعا. فهذا كانت يعني هزة كبيرة جدا. لكن يعني أنت في هذه المرحلة أو في هذه السنة 1962، يمكن بعدها بسنة كان تغيير في الحكم بالعراق أو انقلاب، خلينا نسميه في التغييرات انقلاب، نعم. فبالتالي هذا نقطة التحول بالعراق، تكون قريب على يمكن بالجزائر وسفير لها في مصر، و
وكنت مدرك لما يجري في الساحة جدا. طيب خلال هذه الفترة بالتغييرات التي حصلت، بالانقلابات التي حصلت، كيف كانت رؤية الجزائر للعراق أو حتى رؤية مصر للعراق؟ يعني خليني هنا أعمل مقدمة صغيرة. هذه أول مرة أنا أتكلم على شاشة عراقية. صح. منذ 2003. أنا أحاول أن أتابع ما يجري في العراق الآن، وأتمنى لشعب العراق كل خير. شكرا. وسأحاول جادا أني لا أقول كلمة تجرح إنسان في العراق أو يبدو منها تحيز لأي شخص أو جهة في العراق. فلازم تساعدنا على أننا ما نوقعش في مثل هذه الحفر. إن شاء الله. شهادة تاريخية. شهادة للتاريخ. فيعني العراق كان ولا يزال وسيظل بلد مهم جدا في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط كلها. وبالتالي يعني أي عربي كان يحاول أن يعرف وين العراق رايح، إيش اللي حاصل في العراق، وهذا اللي كنا نحاول أننا نعرفه. تعرفنا على كثير من الإخوة والأشقاء في العراق في السلك الدبلوماسي وخارج السلك الدبلوماسي الحقيقة، في السياسة، في الثقافة، في الإعلام. يعني كان مثل ما قلت لك وقت مخاض وتغييرات كبيرة وطموحات كبيرة أدرك بعضها ولم يدرك بعضها الآخر. طيب في هذه المرحلة، نعم، انعكاس الانقلاب الذي حصل بالعراق، أنا واحد فيهم بال 63. نعم. تمام. هذا الانعكاس أثر على الدول العربية من حيث النظر للعراق؟ يعني ما أدري شو تقصد بالتأثير. مثل ما قلت لك، العراق كان ولا يزال وسيبقى بلدا مهما، وبالتالي الناس كانت تتابع اللي يجري في العراق. كان في ناس كثير منحازين مع أو ضد الشخص الفلاني أو الحزب الفلاني أو الحركة الفلانية، لكن احنا في الجزائر كان معروف علينا على أننا في العالم العربي كنا يعني حريصين جدا جدا جدا. يعني كان في بن بلة وبعدين صار انقلاب عليه وجابوا مدين وغيره، يعني كنا حريصين جدا على أن نكون يعني أن نتجنب الانحياز أو التدخل، مش بس في العراق، في أي بلد. طيب لكن نتحدث عن ثلاثي، هذا الثلاثي يعني ابتدأ الانقلاب في العراق بينما كان هناك حلف كما يشاع أو بخصوص هذا الموضوع. طيب هذا الحلف سقط أحد رموزه، استمر هذا الحلف أم بسقوط رمز من رموز هذا التحالف أو الحلف خلص انتهى القسم؟ تعرف يعني كان فيه تحالفات داخل كل بلد وبين أي من هذه البلاد والأطراف الأخرى اللي سميتها. حافظ الأسد إجا بعدين، يعني في أيام عبد الكريم قاسم ما كانش هو لا الشخص الثاني ولا الثالث، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، لكن كان فيه قادة في 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 سوريا كانوا يتعاملون مع العراق ويتعاملون مع سوريا. محاولات الاسم الكبير اللي كان موجود في ذلك الوقت في منطقتكم مش في منطقتنا كان الوحدة العربية. كل واحد كان عنده نظرة لهذه الوحدة، كان نظريات مختلفة. الناصريين كان لهم رأي، البعث كان له رأي، وحتى داخل البعث كان فيه يعني فوق مش رأي واحد بالمعنى الكلمة.
هذا الحقيقة اللي كان ماشي. ومثل ما قلت لك احنا كنا حريصين جدا على أننا لا ننحاز لأي طرف من الأطراف. طيب، يمكن إذا نتحدث عن رسم المستقبل الجزائر بالعودة إلى ملفنا الرئيسي، عام 2019 قيل أن الإبراهيمي سيترأس الندوة الوطنية التي كلفت حينها برسم مستقبل العملية السياسية. لماذا جاء النفي منك مباشرة حينما، يعني رغم أنك كنت فاعلا في هذه الحوارات؟ لا، ما كنتش فاعلا. ما كنتش فاعلا. الحقيقة طبعا من ناحية الواحد يشعر بنوع من افتخر على أن الناس تفكر بأنك أنت ممكن تكون قائد ناجح. طيب، لكن الكلام هذا ما كان وارد إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. أنا استقلت من منصب وزير خارجية في شهر 3 من سنة 1993. بعدها مباشرة بدأت عمل جديد جدا في إطار الأمم المتحدة. وقلت لما استقلت على أنه العمل السياسي في الجزائر بالنسبة لي انتهى، وهذا لم يتغير إطلاقا. كنت أتردد على الجزائر وأقابل المسؤولين، سواء يعني الرؤساء اللي تتالوا بعد استقالتي أنا. كان في أولا علي كافي، ثم زروال، ثم بوتفليقة. كنت أتردد عليهم. بوتفليقة كان تربطنا به علاقة أقوى لأنه كان وزيرنا لمدة 15 سنة أو 17 سنة في ابتداء من 63 إلى أن توفى بوميديوم سنة 9، يعني آخر 78. فكان في علاقة، كنت أتردد عليه، فبتطلع هذه الإشاعات على أنه يعني فلان راح يكون كذا، لكن ما كان لها أي أساس من الصحة إطلاقا إطلاقا إطلاقا. لماذا قررت إنهاء العمل في الجزائر؟ لماذا تولدت لديك هذه الفكرة؟ يعني شوف، يعني بعد ما يوصل واحد في العمل الدبلوماسي لأنه يكون وزير خارجية، طيب إيش 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 يقدر يعمل أكثر من هيك؟ رئيس جمهورية. لكن هذا ما كان في بالي إطلاقا. إطلاقا إطلاقا. وبعدين إحنا بدأنا صغار. يعني سنة 93 أنا ما أدري كم كان سني هناك، 50 سنة، 50 سنة ويا، لا شوية أكثر. كان في طاقة. طيب، الطاقة هذه يعني كان في الإمكان أن واللي ساعدني على هذا، ممكن مع أنه إحنا نتكلم عن العراق، دبلوماسي عراقي عريق جدا جدا جدا، وكان صديق عزيز جدا، اللي هو عصمت كتاني. كان وزير خارجية في العراق، كان سفير لدى الأمم المتحدة، وكان من المستشارين لبطرس غالي. بطرس غالي أنا بعرفه من أيام مصر. فاللي شجعني أني أروح أعمل في الأمم المتحدة هو كان شجعك على تروح إلى الأمم المتحدة؟ نعم. أم شجعك على إنهاء العمل في الجزائر؟ لا لا لا، على أنه بعد ما استقلت طيب شو تعمل؟ يعني من الناس اللي اتصلوا بي مباشرة هو كان واحد منهم، عصمت كتان. وقال طيب ليش ما تجيش على الأمم المتحدة؟ وهكذا كان. فيعني عودة لكذا الكلام اللي اتقال على، يعني ما كان له أي أساس من صحة إطلاقا. طيب، لكن هناك من يتحدث بأن عن حاجة الجزائر لشخصية مثل الإبراهيمي. مش صحيح. ليش؟ مش صحيح إطلاقا. يعني ليش؟ يعني في عندنا رجالات ممتازين، ناس في السلطة وناس خارج السلطة. حاجة الجزائر للإبراهيمي لكي يكون رئيسا للجمهورية؟ ما هذا ما كان وارد لا عندي
ولا عند بوتفليقة ولا عند أي حد من المسؤولين اللي كانوا موجودين في تلك الفترة كلها من 93 إلى استقالة بوتفليقة. إذا لماذا لم تسعى لهذا المنصب؟ يعني تعرف أنه كانوا يشوفوا اسمي في أنه هاو في مش عارف يعني في أفغانستان في التلفزيون في جنوب أفريقيا، يقول طيب ليش ما هذا ممكن يكون مسؤول عندنا، لكن ما كانش وارد إطلاقا إطلاقا. طيب لنأتي على المهمة المستحيلة في سوريا. نعم. إبراهيمي كنت مبعوثا أمميا إلى عدة دول منها جنوب أفريقيا ولبنان إلى أن وصولا أبرزها سوريا. رغم أنها أسميتها المهمة المستحيلة، لماذا قبلت بها؟ ما هو هذا يعني قصة. شوف أنا اشتغلت يعني لما جاء موضوع سوريا كان صار لي 20 سنة في الأمم المتحدة. طيب يعني أنت في الأمم المتحدة هل تقوم فقط بالمهام السهلة اللي بتحقق فيها نجاح في 3 أيام؟ لا، أو أنا لا أفكر بهذه الطريقة. طيب. أنا أفكر أنه إذا كان يشتغل واحد في الأمم المتحدة لازم يقبل الحلو ويقبل المر. كوفي أنان اللي كان طلع من الأمانة العامة لما عرض عليه أنه يروح لسوريا قبل ما يقبل استشار عدد كبير من الناس، أنا واحد منهم، قلت له أنه هذه مهمة صعبة جدا، لا أستطيع أنك ستتوفق فيها لكن لا تستطيع أنك تقول لا، لازم تقبل. فقبل وبقى 6 شهور وطلع. لما عرض علي بعد كوفي أنان الذي نصحته بأنه يقبل مهمة ستفشل، يعني كيف أنا أستطيع أقول لا؟ وبعدين هذا بلد عزيز علي، يعني كوفي أنان بعيد على صحيح. على سوريا، أنا مو بعيد على سوريا. فطيب إذا يقول لك يعني حاول أنك تساعد، كيف تقدر تقول لا؟ كوفي طلع بعد 6 شهور، أنا بقيت سنة. بعد سنة طلبت أني أعفى من هذا المنصب. مورست علي ضغوط كثيرة جدا، بقيت سنة إضافية. من قبل من؟ اللي كان في الحقيقة تضيع وقت. من قبل من مورست عليك الضغوط؟ من يعني من الأمين العام للأمم المتحدة، من الدول الكبيرة، من دول عربية، يعني ناس كثير كثير من الناس اللي مهتمين في سوريا، دول يعني روسيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين، يعني كل الدول الخمسة، ويعني ناس كثيرين. طيب. آخرين. طيب لنتوقف عند هذه النقطة ونتحدث عن الضغوط التي مورست عليك للاستمرار بهذه المهمة في سوريا بعد ما نروح لهذا الفاصل ومن ثم نعود. نرحب بكم من جديد ونرحب بالدبلوماسي السيد الأخضر الإبراهيمي مرة أخرى، حياك الله السيد الأخضر. يمكن وصلنا إلى مرحلة ممارسة الضغوطات عليك شخصيا حتى تستمر بهذه المهمة. طيب من ناحية أخرى يقال بأنك رفعت الراية البيضاء. عني. رفعت الراية البيضاء. تمام. بالتالي أنه قبلت بها واستمريت بها حتى وصولك إلى موضوع الاستقالة، وأيضا رفعت الراية البيضاء. يعني رفعت الراية البيضاء مرتين في موضوع الضغوط وموضوع الاستقالة. يعني كنت أعمل باسم الأمم المتحدة، أظن هم رأيتهم بيضاء على أي حال. يعني تعرف ما لهاش معنى كلمة أنه واحد رفع. اللي حصل هو أنه يعني لما بدأت أصر على أني أترك، وزير خارجية أمريكا زار روسيا. اللي هو كان ياهو؟
في شهر ماي 2013 زار روسيا وقابل بوتين مدة طويلة. وفي ساعة متأخرة من الليل جون كيري ولافروف طلعوا بيان يعني بيقولوا احنا الآن سنشتغل مع بعض ومع الأمم المتحدة من أجل وجود حل سياسي للموضوع، لأنه ما فيش حل عسكري في سوريا. طيب. هذا يعني في شهر ماي شهر 5 2013. طيب لما وأنا كنت متعاون معهم الاثنين يعني مع جون كيري ومع لافروف، مع جورج كيري ولافروف وروسيا وأمريكا وبقية الدول يعني الأعضاء مجلس الأمن ما كانش منقسم مثل ما هو اليوم، لكن برضو ما كانوش متفقين فيما يتعلق بسوريا. طيب لما هذول اللي كانوا مختلفين يقولوا هذا الكلام في بيان رسمي، قلت لك بعد مقابلة وزير الخارجية الأمريكاني مع فلاديمير بوتين. يعني صعب أنه الواحد يقول لا أنا لا أصدق بهذا الكلام. طيب خلينا نحاول. هذا ودانا يعني أخذت مدة طويلة أطول بكثير مما يجب من أجل عقد مؤتمر في سويسرا حول سوريا. بعد هذا قدرنا أننا نجمع بين الحكومة السورية بالممثلين عن الحكومة السورية وممثلين عن المعارضات المختلفة التي كانت بعضها مسلح وبعضها غير مسلح. عذرا سيد الأخضر لنتوقف عند نقطة مهمة. نعم. كيف استقبلت هذا البيان؟ بيان جون كيري طلعت بيان على أنه هذه أول مرة اللي يطلع فيه كلام مشجع. كلام مشجع من هاتين الدولتين الكبيرتين. شجعك على إكمال المهمة؟ قلت كلام مشجع. طيب. فخلينا نشوف هذا التشجيع اللي جاي من هذا الكلام راح يوصلنا فيه. طيب. وصلنا إلى مؤتمر في مطلع 2014 في سويسرا. المؤتمر هذا نفسه يعني ممكن الواحد يتكلم فيه ساعات. يعني ما كانش موفق إلى هالدرجة يعني. ليش؟ هو اللي جمع الحكومة السورية مع أطراف المعارضة؟ لكن يعني الحكومة السورية والأطراف المعارضة جاءوا ليشتموا بعض مش ليتحاوروا. لكن رغم هذا قبلوا أنهم اجتمعوا معنا وحصلنا عقدنا اجتماعين ثلاثة أربعة. كيف كانت الأجواء بالتبادل الشتائم؟ يعني الخطاب بتاع وليد المعلم الله يرحمه وزير الخارجية، وهو رجل محترم جدا حقيقة كشخص، كان عنيف جدا جدا ضد المعارضة، أنه يعني ممكن أحسن نعت كان أنهم عملاء وخونة. رغم هذا يعني اجتمعنا، لكن الاجتماعات هذه 2 3 كانت في نفس المستوى. فرجعنا مرة ثانية، بعد مرة ثانية قلت لهم باين على أنه ما فيش استعداد للتقدم. رجعتوا لوين؟ إلى جنيف. يعني توقفنا أسبوع ورجعنا ثاني. بعد يومين أو شيء باين أنه ما فيش، ما أنتم مش جاهزين. ترجعوا تشوفوا أهلكم ومسؤوليكم. لما يعني يكون في استعداد حقيقي لمواصلة الحديث أهلا وسهلا. طيب. يعني الأمم المتحدة موجودة وأننا ندعوكم ونهيئ لكم مكان الاجتماع، ما في أسهل من هذا. الروس والأمريكان طلبوا مني أن لا يعني خليهم يرجعوا، فأنا رفضت قلت لهم لا، يرجعوا يشتموا بعض يعني لا يقدمنا ولا يؤخرنا شيئا يعني خطوة واحدة، فخلي حتى يكونوا جاهزين. ما حصلش. هذا كان هنا كنت تلعب على عامل الوقت حتى يسهل تقارب وجهات النظر بين المعارضة يعني والحكومة. ما هو طيب هذول الأمريكان والدول بعض الدول العربية
اللي يقولوا على أنهم حابين حل، عندهم نفوذ على بعض الأطراف المعارضة للنظام. صح. روسيا عندها نفوذ على 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 الحكومة في سوريا. طيب يلا اشتغلوا وقولوا لي أنهم جاهزين حقيقة أنهم يتكلموا، وإحنا حاضرين. من لم يكن جاد في هذه اللحظة؟ من لم يكن جاد؟ روسيا وأمريكا لم تكن جادين؟ لا يعني ممكن كانوا جادين، لكن يعني ما حدش ك يعني خليني أطرحها بطريقة أخرى أعنف. يعني مأساة سوريا أنه ما حدش كان مهتم بالشعب السوري. ما حدش كان، كل واحد عنده حسابات ذاتية ضيقة. الأمريكان كانوا يعني عندهم استراتيجية بالنسبة للمنطقة وعندهم تحالفات وكذا، وروسيا كان عندها حساباتها. لكن الآخرين كلهم ما حدش كان يفكر في الشعب السوري. لا حكومة ولا معارضة ولا أي واحد. لا هذولا يعني حتى هذولا كان عندهم، كل واحد عنده أجندة. الأجندة هذه بتاع مجموعة صغيرة مش بتاع الشعب السوري. طيب. فهذا يعني مأساة سوريا. وين وصلوا اليوم؟ ونحن نتكلم على 7 سنوات بعد ما تركت أنا، 7 سنوات بلا ليها. وين وصلوا الآن؟ ما عنديش فكرة، ما عنديش مطالع. روسيا تعتبر بأن سوريا هي منطقة للنفوذ لها ولديها تأثيرات على الحكومة السورية، لكن أمريكا ماذا تطمح أن تكون في سوريا في ذاك الوقت؟ كان عندهم حلفاء، حلفاء كثيرين في المنطقة، من تركيا، العرب، وبعض السوريين. ف يعني الشعب السوري ككل ما حدش كان يفكر في مصلحته. يعني باختصار شديد. طيب بالتالي هذا نتحدث اليوم عن هذه أسباب الاستقالة. لم يكن هناك أسباب الاستقالة. لم تكن هناك جدية لا من قبل أمريكا ولا روسيا ولا حتى أطراف المعارضة والحكومة. تمام. فبالتالي أنها مهمة مستحيلة. لم تصلوا إلى حل فأعلنت الاستقالة. يعني حتى الواحد ينصف الجميع. أعتقد أنه بعض المعارضين كانوا مستعدين أن يوصلوا لحل. الحكومة كانت شايفة على أنها تعرف كان مروا بصعوبات كبيرة جدا في 2012، لكن في 2013 أحوالهم بدت وشايفين على أنه رايحين ينتصروا، أنهم قادرين ينتصروا. فيعني يتنازلوا لإيش ولمن؟ فيعني حتى الواحد يكون دقيق ولا وينصف الجميع. يعني هذا بالنسبة لسوريا. أنا طلعت في شهر 5 من 2014، ومثل ما قلت لك هاي مرت 7 سنوات ولا تزال الوضع يعني يداور في محله، في طيب حلقات مفرغة. طيب لماذا أنه ربطت وقلت أن ما يحدث هو نتاج لسقوط نظام صدام حسين في سوريا؟ لا ما قلتش. لا لا أعتقد أني قلت مثل هذا الكلام. لا أعتقد. لم يكن هناك تأثير لسقوط نظام صدام حسين؟ ما قلتش هذا الكلام. ما قلتش. أنا ما قلتش. طيب سأطرح عليك بغير الصورة. هل كان سقوط نظام صدام حسين له تأثير على ما حدث في سوريا أو في ما حدث في المنطقة؟ لا أدري. لا أدري. طيب سيد الأخضر، هل أخطأ مؤيدو الحرب على سوريا؟ نتحدث عن مؤيدو المعارضة. أخطأوا؟ أنا يعز علي كثيرا أني أصدر أحكام على أي ناس عندها حساباتها، عندها مصالحها. أنا لا أعرفها ولا، لكن ما في شك على أنه الشعب السوري ما استفادش كثير من اللي حصل. بالعكس يعني
أنت إلى الآن عندك 5، 6، 7 ملايين مشردين برا، وعندك الناس اللي يعني أجبروا على الهجرة داخل البلد كمان 5 مليون، نص الشعب السوري مشرد، نص الشعب السوري. طيب مين يفرح بهذه النتيجة؟ مين؟ بكل تأكيد مش أنا. وبالتالي أنا الكلام اللي أقوله أن الشعب السوري ظلم شديد جدا جدا جدا، وبيحتاج الآن إلى مساعدة حقيقية من أجل استعادة ما يمكن من أوضاعه الطبيعية التاريخية. هذا بلد عنده حضارة، عنده تاريخ، عنده لماذا صمد النظام السوري، أقصد بنظام بشار الأسد، رغم 7 سنوات كانت حرب طاحنة، ولكن بشار الأسد اليوم وكأنما رجعت الحياة السياسية إلى وضعها الطبيعي، السفارات بدأت تفتح من جديد، كيف صمد؟ يعني شوف، يعني في الأول كان في نظرة بسيطة جدا ومبسطة أكثر من اللزوم على أن الربيع العربي رايح يقضي على كل الأنظمة اللي قام فيها الربيع العربي. يعني ما تلومش الناس أنهم قالوا هالكلام. يعني شفت يعني رئيس بلعلي في تونس سقط قبل من شهر، رئيس مصر وما أدرك من مصر سقط ايضا في اقل من شهر. وبالتالي يعني انه الواحد اللي هو مراقب سطحي يقول طيب يعني شو اسمه تونس مصر سوريا طبيعي، طيب ممكن يصمد 2 3 4 5، لكن لا لازم يسقط مثل ما سقط غيره. اللي قالوا كلام مختلف هم الروس قالوا لا، وضع سوريا يختلف عن وضع تونس وعن وضع مصر. ويعني كانوا صادقين. كانت وفق حسابات، ولو انها كانت رساله باننا سندعم النظام السوري. لا، كان في تحليل. يعني الروس مطلعين على الاوضاع في سوريا لانه عندهم علاقات قديمه وقويه. يعني الجيش السوري كله مدرب في روسيا وهكذا. على أي حال هذه حقيقة. يعني ممكن يتقال كلام آخر، لكن مثل ما قلت لك أنا أفضل أن لا. صمود هذا النظام لقوة بشار الأسد أم لقوة حلفائه؟ نظام حافظ الأسد بنى. يعني هو كان أحد الانقلابيين على الوحدة في الأول، ثم على أنظمة مختلفة، وبعدين ثاروا ضد بعضهم بعض. هو عمل نظام شخصي قوي جدا، وأعتقد ممكن الواحد يقول عنيف جدا. وبشار اجى يعني خليفة لوالده، هو ما كانش من الضباط المنقلبين، دكتور طبيب عيون في لندن، واجى خليفة لوالده واستفاد بالقواعد القوية اللي عملها والده. فنتحدث انه اسباب القوه ترجع الى حافظ الاسد. يعني الى حد كبير. الى حد كبير. طيب الى اي مدى ساهم حلفاء سوريا او حلفاء بشار الاسد من الايرانيين واللبنانيين في عدم انهيار نظام بشار الاسد؟ اظن لا احد ينكر ان روسيا من جهه، وإيران وحزب الله من جهة ثانية، كانت مساعدة ضخمة لسوريا لم تتوفر لا لمبارك في مصر ولا لابن علي
في تونس. طيب، يقول هنري كيسنجر عن الأزمة السورية: ما شهدته سوريا من أعمال إرهابية هي حرب عالمية ثالثة، ساحتها سوريا وتشارك فيها أطراف دولية كبرى. هل فعلا ما حدث في سوريا هو حرب عالمية ثالثة؟ أنا لا أقول هذا الكلام، لكن ما في شك على أن التدخلات الخارجية كان لها دور كبير. ولكن بعدين من سوريا ما في شك أن خرجت ويلات كثيرة إلى 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 بلاد أخرى، منها ليبيا مثلا، وممكن حتى بعض الدول في إفريقيا. احنا ابتدأنا بالجزائر ووصلنا إلى سوريا، لننتقل الآن إلى لبنان، تمام، لنفتح حديث ملف الطائف ومجريات هذه الأحداث بعد ما نروح لهذا الفاصل، ومن ثم لنا عودة. نرحب بكم من جديد، ونرحب بالدبلوماسي السيد الأخضر الإبراهيمي. وصلنا إلى ملف لبنان. كلفت بمهمة خطيرة وحساسة نهاية الثمانينات من القرن الماضي للتقريب بين الأطراف اللبنانية المتصارعة. لنتحدث ونفتح هذا الموضوع، كيف كلفت وما هي الخطوات التي اتخذتها في بداية تكليفك؟ يعني التكليف كان بمرحلتين. المرحلة الأولى كان فيه لجنة سباعية من 7 دول، اللي هي الكويت كان رئيسها، كان فيها العراق، سوريا، السعودية، الجزائر، يعني مانيش متفق على أي حال. كانت لجنة سباعية برئاسة الكويت. الشيخ صباح اللي كان وزير خارجية في ذيك الأيام، الله يرحمه. الله يرحمه. يعني لكن بعد أقل من سنة الشيخ صباح رجع إلى مؤتمر قمة دار البيضاء في مطلع في أواخر 88، وقال أنه أنا يعني الموضوع صعب جدا، لازم لجنة رئاسية، وزراء خارجية ما يكفوش. فتم الاتفاق في قمة دار البيضاء على تشكيل لجنة ثلاثية من 3 قادة: ملك السعودية ملك فهد، ملك المغرب ملك الحسن الثاني، ورئيس الجزائر الشاذلي بن جديد. هذه اللجنة الثلاثية عينت مبعوثا لها تكون إقامته في جدة، ويمثل هذه اللجنة في لبنان، يتردد يروح على لبنان ويتكلم مع الناس وكذا. فخلينا يعني نختصر شوية الموضوع ونروح إلى لا أظن مهم أنه يتقال على أنه اللجنة السباعية لما كلفت يمثلها بعثت إلى لبنان من أجل أن يبعثوا جيش من بعض الدول العربية للإشراف على إطلاق النار، على وقف الطلق. لكن يعني لما تروح لبنان ما لن تحتاج إلى أكثر من ساعات من أجل أنك تشوف أنه هذا لا يؤدي لنتيجة، لأنه ما فيش جبهة حتى أنت تراقب وقف إطلاق النار. الناس متداخلة في بعضها بعض، جماعة هون وجماعة هناك وجماعة تحت. فقلت لهم أنه موضوعكم ذا ما يمشيش، فخلينا نشوف إذا كان ممكن نبحث على اتفاق بين الأطراف. وبدأنا أوريدي. من هي الأطراف آنذاك؟ الأطراف كانت يعني الأطراف المقاتلة: مسيحيين، سنة، دروز، شيعة وشيعة. هذا يعني. ف
يعني بدينا نتكلم معهم اوريدي في ايام الشيخ صباح. لما عينت مره ثانيه كنا نواصل نشوف اذا كان الاطراف هذه مستعده انها تتفق. عينت مره ثانيه باسم اللجنه الثلاثيه. باسم اللجنه الثلاثيه، نعم. نتحدث عن اللجنه الصباعيه. لماذا ارتأى الشيخ الصباح الله يرحمه وقال انه خلص هاي اللجنه ما تكتفي بالوزراء يعني الخارجيه؟ اللجنه هذه يعني لما عينت انا كان لها يعني كانت موجوده قبلي قبل ما انا اجي سنتين او ثلاثه. فالشيخ صباح عمل اللي يقدر عليه وجمعهم في الكويت عده مرات وكذا، يتفقوا على شيء وبعدين يرجعوا تبدا يستأنف القتال. يعني طيب اذا اللجنه الثلاثيه هذه ما تنساش انه في عامل اخر مهم جدا. العامل الاخر هو انه على 88 كان واضح جدا انه الحرب البارده انتهت. طيب يعني كيف راح تنتهي بين الدول الكبيره ما كانش باين، لكن واضح على انه خلاص انتهت. يعني غورباتشوف والامريكان والانجليز كانوا مسمن وعسل مثل ما يقولوا عندهم. فالاطراف اللبنانيه كانت مدركه على ان نهايه الحرب البارده راح تؤثر، والدول او الحكومات التي كانت يعني متدخله بشكل رئيسي في لبنان في المنطقه، خلينا نسميها سوريا والعراق. طيب ايضا كانوا فاهمين وبداوا هما انفسهم يقولوا لاصحابهم هناك انه الان يعني لازم نبحث على طريق اخر غير الاقتتال هذا. وبالتالي الاطراف اللبنانيه سنه 88 كانت جاهزه. اوكي يعني كلهم ادركوا انه ما حدش منهم راح ياخذ اللي بده اياه 100%. يلا اذا كان تجيب لنا حل وسط مقبول مستعدين. طيب هذا اللي وجدناه. والحقيقه انا ما عملتش يعني اي معجزه هناك. كان في اتفاقات، كان في اتفاق في جنيف، اتفاق في لوزان، اتفاق في الكويت. هذه الاتفاقات اللي كانوا مش رافضينها ما عرفوش كيف ينفذوها. طيب كانوا مستعدين اكثر انهم يطبقوها. الطائف هو ملخص لهذه الاتفاقات اللي كان صار لها 5 سنين 7 سنين 8 سنين من قبل، اللي هي ملخص، يعني ملخص للوزان، لوزان وجنيف والكويت. والكويت واجتماعات، ممكن في اجتماعات في اتفاقات اخرى. طيب لماذا لم تطبق هذه الاتفاقات؟ لانه في ذلك الوقت يعني الاطراف كل واحد كان طامع انه ياخذ اكثر، مش بس اكثر، انه ياخذ حصته كلها. وايضا الناس اللي كانوا وراهم ايضا كانوا مشجعينهم انهم يستمروا. فهذا اللي حصل. يعني احنا رحنا العراق ورحنا سوريا عده مرات ووجدنا في استعداد ما كان موجود من قبل. والأطراف المختلفة طبعا زرتهم كلهم بالواحد، ومش مرة مش اثنين، يعني أكثر مرارا. فكانوا جاهزين. أعلننا على وقف إطلاق نار في سبتمبر 89، والطائف كان بعدها بشهر. طيب ففي الطائف حقيقة النواب ما تبقى من النواب اللي كانوا انتخبوا سنة 74 هم اللي تفاوضوا مع بعض. طيب وكانوا على صلة مع أصحابهم هذا يعني في الخارج، ووصلوا إلى اتفاق الطائف. اتفاق الطائف اللبنانيين طيلة هذه الفترة يعني يقولوا أنه سيء جدا، لكن ما لناش غيره فقابلينه. أنا كنت شفت الطائف
على أنه ينهي الحرب، ينهي الاقتتال اللي كان عنيف الحقيقة جدا وظالم يعني الشعب اللبناني، وأنه اللبنانيين بعدها سيبنوا دولتهم على أساس الطائف كنقطة بداية. ما هي يعني حل وسط مش مثالي لعبور الأزمة. معلوم تنهي الحرب، تنهي الاقتتال، تنهي ظواهر التسليح اللي كانت يعني اللي كانت موجودة. هذا حصل شيء آخر. تعرف احنا كنا في القاهرة في شهر 8 أغسطس 90 ولا 89، يعني على أي حال لا 90 89 هو انتهت سنة 90. كان في مؤتمر الوزارة خارجية الدول الإسلامية، أنا كنت موجود هناك، وكان سعود الفيصل وزير خارجية الجزائر ووزير خارجية المغرب، سعود الفيصل وزير هما الثلاثة، وأنا موجود. عملنا اجتماع جانبي وقلنا أننا في الشهر 9 سنعقد مؤتمر في جنيف من شان جمع أموال من العالم كله ومن المنطقة العربية طبعا لإعادة إعمار لبنان. طيب في الليل بعد هذا البيان، بعد ما طلع هذا البيان، تم احتلال الكويت من قبل العراق. فخلص الكلام على مؤتمر من أجل لبنان، وخلص الكلام على لبنان. فالحقيقة يعني أنت كنت تقول على أنه إيش العراق لعب دور في سوريا ولا ما لعبش دور، لكن لعب دور في لبنان. لعب دور في لبنان؟ احتلال الكويت أنهى عملنا في لبنان. أنهى عملكم في لبنان؟ يعني الناس خلاص انشغلت ب يعني موضوع احتلال العراق للكويت، ما 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 بقوا مهتمين بأي شيء آخر. حتى الأطراف المتصارعة؟ الأطراف المتصارعة كانت قبلت بالوقف إطلاق النار، قبلت الطائف. طيب وكلها، لكن احتلال الكويت يعني أنهى عمل اللجنة الثلاثية. أنهى عمل اللجنة الثلاثية، يعني أنه دولة مهمة في اللجنة الثلاثية كانت السعودية. السعودية أصبحت مشغولة بشيء آخر لا ثاني له، كيف يتحل موضوع احتلال العراق للكويت. هذا اللي حصل. طيب أنت زرت نقطة أيضا أخرى، رئيس جمهورية الطائف كان روني معوض، قتل يعني صار اغتياله يوم عيد الاستقلال في نوفمبر، يعني بعد أقل من شهر وشوية على الطائف. طيب هو اللي كان قادر ينفذ. تم انتخاب رئيس آخر، هذا الرئيس تقريبا يعني بعد انتخابه بفترة قصيرة جدا ذهب إلى سوريا وعمل اتفاقات جديدة بين سوريا اللي هي تقريبا يعني تعارضت في أشياء كثيرة مع الطائف. طيب وبالأخص انتهى الكلام على موضوع انسحاب سوريا من لبنان، لأنه سوريا أيدت السعودية والأمريكان في ضد العراق ومن أجل تحرير الكويت، وتغير الوضع في لبنان تغيير كبير جدا. قبل ما أنتقل للسؤال الآخر، نعم، أنت ذكرت بأنك ذهبت إلى العراق. نعم. إلى العراق. نعم. أثناء هذه المفاوضات أو مفاوضات الطائف. نعم. والعراق كان جزء من ضمن اللجنة السباعية.
نعم. كيف كان، ما هي رؤية العراق آنذاك باتجاه لبنان؟ يعني مثل ما تعرف هذا ما هو سر ولا هو تدخل ولا هو يعني موقف تاريخي معروف، التناحر بين نظام حافظ الأسد ونظام صدام حسين في العراق يعني كان كبير جدا، وهذا كان يؤثر في أشياء كثيرة. قلت لك كأنه في 8 آخر 88 89 أصبح فيه استعداد عند كل الأطراف بما فيها العراق وسوريا إلى أنه يعني خلينا نريح اللبنانيين ونوقف تدخلنا هناك ونوقف فلوسنا وسلاحنا وكذا للأطراف المختلفة. لكن سوريا كانت موجودة في البلد، كانت موجودة، جيشها كان موجود في لبنان. سوريا كانت تدعم من الأطراف المتصارعة؟ كانت تدعم يعني الأطراف الإسلامية والشيعية. والعراق كان يدعم من آنذاك؟ بعض المسيحيين وبعض الفلسطينيين أيضا، لأنه فلسطين أيضا كان لها، الإخوان في المنظمة أيضا كان لهم دور. طيب، البعض يوجه الاتهامات لمؤتمر الطائف، نعم تمام، بأنه أنتج نظام طائفي محاصصاتي ولا يزال إلى يومنا هذا. يعني لما تقول أنتج يعني كأنه لبنان ما كانتش طائفية قبل. لبنان أسست طائفية. طيب، الطائف اللي قالوا على أن هذا النظام ما بيصلح ولازم يتغير، لكن ما كانش وارد أنه يتغير في الطائف، وإنما كان فيه التزام من اللبنانيين أنه لما يشكلوا الدولة الجديدة سيتجهوا نحو المحي أو التقليل من الطائفية ثم القضاء عنها. طيب، اللي حصل مع الأسف الشديد أنه لم يقتربوا لا من قريب ولا من بعيد من نظام غير طائفي، بل البعض يقول على أنه بعض الطائف أصبحوا طائفيين أكثر من ذي قبل. وهذا اللي واقع؟ أظن هذا اللي واقع. ما هي الرؤية التي كان يطرحها الطائف لنظام جديد في لبنان؟ يعني الرؤية اللي كانت يعني ما كانش في مشروع مفصل غير أنه يعني كلام على أنه الطائفية ما فادتناش كثير. طيب، وممكن هي اللي كانت أحد أسباب الحرب الأهلية، وبالتالي لازم نقضي عليها. طيب، هذا كان الالتزام بس. ولكن الواقع أصبح نظاما طائفيا. الواقع على أنه يعني تنفيذ الطائف كان ما نفذش بالطريقة المثلى، وما كانش ممكن أنه يمثل. إذن الاتهام في محله بأنه الطائف أنتج نظاما طائفيا؟ لا، مش في محله اطلاقا، لانه النظام الطائفي كان موجود. طيب، وبامتياز. لكنه ما انتج البعض ما قضاش على الطائفيه. لكن البعض يعني يربط نظام الطائف او مؤتمر الطائف والنظام اللبناني بانه اللبنه الاولى او الخطوه الاولى باتجاه يعني بناء نظام مشابه للنظام اللبناني في العراق. يعني أنت أدرى بهذا، أنه يعني هل أنتم شفتوا الطائف وقلتوا هذا نظام ممتاز وإحنا عايزين نعمل مثله في العراق؟ لا أدري ذلك. العراق طبعا يعني شيء آخر تماما. يعني مش العراق تم غزو خارجي ظالم خلافا لما قالوه، لم يكن سببه أسلحة الدمار الشامل اللي كانوا عارفين أحسن مني على أنها مش موجودة،
ولا هو من أجل بناء ديمقراطية في العراق أبدا، لم يكن ذلك أبدا. غزو ظالم، نتائجه لا أعتقد أنهم هم كانوا متوقعينها. وعلى أي حال بشكل يعني هذا يكاد يكون قانون في السياسة العالمية، تدخل عسكري أجنبي يولد مصائب لها أول ما لها آخر. هذا اللي حصل في ليبيا، يعني نظام القذافي ما كانش نظام مثالي أبدا، بالعكس كان سيء، وكويس أنه انتهى، لكن طريقة انتهى عن طريق تدخل عسكري أجنبي غربي هو اللي أدى إلى طيب إمتى 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 القذافي إمتى إمتى قتل، كم سنة صار له؟ 4 سنين أو بس نعم. يعني سنوات قديش؟ 2012 أو 13، فوق 10 سنوات. فوق 10 سنوات. طيب ليبيا من سيء إلى أسوأ. إذن من سيء إلى كل تدخل عسكري، تدخل عسكري أجنبي غير يعني يتم تفويض به من الأمم المتحدة ينتج مصائب. لا 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 لا، وهذا ما حصل في العراق. تمام تمام. لنتوقف عند هذه النقطة. احنا وصلنا وياك إلى يمكن نهاية هذا الجزء السياسي والدبلوماسي السيد الأخضر الإبراهيمي. نكمل حديثنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى نهاية الجزء الأول، نلتقيكم في الجزء الثاني، انتظرونا.